the fuck up. Get the fuck up. ما كاينش تقلتها مره وحده ولا ما كاينش. اوكي هنا واش خير الناس اللي النخبه هي اللي خصها تدخل لهذا الروم، ولا هذا الروم مفتوح لجميع طبقات المجتمع، الفراشه الشماكريه مالين السيديات؟ هذا هو الموضوع ديال اوكي رابش. الموضوع ديالنا هل بيت الحكمه هي للعوام أم للنخبة؟ وندخل هذيك ديال ما بغيناش الخطاب النازل، بغينا الأكاديمي، تا ندخل الثقة ديال البارح ولا لا؟ حيت قلتي البارح بغينا خصنا الخطاب الأكاديمي. لا وي عطيتي دابا قلنا طرح الموضوع تدرتي فيها عقده ديال ما عرف اسمي. شكون اللي ساعدني في العد وشكون اللي ساعدنا باش ينزل من لاليس؟ صافي هذا هو. اذا غنبداو الموضوع ديال الفيلسوف هو الاول، شكرا لكم. غنمشيو الموضوع ديال لماذا جل الجمهوريات متخلفه او فشلت بعد اسقاط الملكيات؟ لماذا جل؟ علاش طلعتيها فكره؟ عندي الصوت خاسر. كيتقطع وراه كيتقطع داكشي. علاش لا لا ارتنزل وخليه، هما كيقولوا لا ما كانش كيتقطع. كان عندنا الصوت مزيان، وقيله غير من عندك فكره حر واخر. ها دابا عرفتي علاش لابيبار ديال الناس راه كان عندهم الصوت مزيان. كنجرب هاد لا ماشين، هاد الاله، هاد البيسي، واش فيه الصوت مزيان ولا لا؟ هذاك الاخر حيدته، فهمتيني؟ علاش كنضم الصوت عندك مزيان هاد الساعه. اوكي لماذا جل الجمهوريات فاشله بعد اسقاط الملكيات؟ لماذا جل الجمهوريات العربيه الاسلاميه هي فاشله بعد اسقاط الجمهوريات؟ وغندير العدد الاكسي اللي هو 5 4 3 2 1 16 1 ياك 16 ونزلوا لهم يديهم وغنمشيو فكر حر خويا ولا بولطيغ ولا اي واحد. لا دوك خارج العدل العكسي، لا انا كنمشي بالعدل العكسي. هات ولا بغيتو تحسبوا معايا منين وقف؟ كنمشيو لبياليغ. بياليغ دير معنا الريزاند، بياليغ دير معنا الريزاند. موضوعه كيقول لك هل بيت الحكمه هي غرفه للعوام ام للنخبه فقط؟ المره الثانيه، هل بيت الحكمه هي غرفه للعوام أم لنخبة فقط؟ هو اقترح موضوع وترك يتجاب علينا يعبر فينا، ودابا قال لك على الغيب اللي خليه الموضوع العد. شحال جاب الموضوع؟ قول لي شحال جاب. خلي الموضوع هولد، خليني نهز يدي، خليني نهز يدي. بداو الموضوع شكون اللي حابسك؟ راه كنت سير هز يدك. ملي انا دايره الحكايه. اوكي لمي جوين ذا كيو. اوكي جود جود. يا جو هاد، راه في المايك دابا هو كيهضر. ديري لي الراد يقول لك راه درتي لي الراد. الموضوع شحال جاب. انا ما نلغيش لك موضوعك وما نتعداش عليك وما نحيدش لك المايك ودورك وغدير التوطئه. جاب 28 الموضوع ديالو، جاب 28 نزل لهم يديهم شي واحد. شكرا ينزل لي يدي. واش انا درت لك الراد حيت كنتي كتهضر مع شي واحد؟ راه ماشي درتها لك على الراي ديالك. اوكي غنشوف الموضوع الثاني ديال هند اسنف. هند اش كتقول لكم؟ هي من حرب بين الجزائر والمغرب؟ هل يمكن ان تكون هناك حرب بين المغرب والجزائر؟ والعد العكسي اللي هو 5. طبعا 3 جوج شحال 18، واللي في الصداره دائما هو ديال بياليغ 26 صوت. وغنمشيو قيصر الروم، واش معانا قيصر الروم؟ كيقترح عليكم موضوع
هل استطاع الجيش الجزائري اختراق الفيصل الجمهوري أو الفصيل عفوا الجمهوري لزعزعة استقرار المغرب؟ هل استطاع الجيش الجزائري اختراق الفصيل الجمهوري لزعزعة استقرار المغرب؟ هل استطاع الجيش الجزائري اختراق الفصيل الجمهوري لزعزعة استقرار المغرب؟ وغندير العدد العكسي اللي هو 5 4 3 2 1. الموضوع جاب 24 24. هذا من وراء ديال بيالي. غير سال موضوع بيالي غندوزو نزلوا اليوم يديهم وغنمشيو الموضوع التالي ديال فكر حر. هل آن الأوان لمحاكمة الانفصاليين داخل بجرائم الخيانة؟ هل آن الأوان المحاكمة الانفصاليين الداخليين بجرائم الخيانة؟ هل آن الأوان لمحاكمة انفصاليين الداخل بجرائم الخيانة؟ والعدد العكسي اللي هو 5 4 3 2 1. الموضوع جاب 20 ونزلوا اليوم يديهم. موضوع هذو راه مواضيع هذا الواقع خصني نحتفظ بها واخا ما يكونوش المواضيع غنجبدها بديكم ما تنزلوش لي كثير، ولكن ما عندي ما ندير وغنمشيو مباشره ديال لي غيدير توطئه ديال لي. تفضل. ديال لي ديال لي فين الصوت؟ علاش جبت هذا الموضوع الاخوان؟ انا ملي كنت كنترقب بانه صاحب الغرفه غادي يهضر عليه، وان البارح كنا كنهضروا كان واحد الخصام قلت لي انت كتجيب لي غير الشماكريه والفراشه، وانا نقول لهم الاخوان اللي جابوا بيان لي غيعطيني واحد، وحسبت من غير الناس اللي كيعاودوا السميه ديالهم اللي كيعاودوا يكتبوا واحد سخفان كنت هزيت شي صوت. لا يا بيان لي ارتاح 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 حيد منك السخفون عند المايكرا. ارتاح الاخوان راه كيصبروا لي راه غيصبروا لي الاخوان. لا فاش قلت لا دابا بحال دوك الناس اللي جابوا عندك طيحتي من القيمه ديالهم. انت قلتي لهم انتم يا واخا كملت اللي جابكم لهذا الروم راه هو بيالليغ، اذا اوتوماتيكمون الى بيالليغ كيجي شي واحد كيعجبو بيالليغ اذا هو واحد الانسان المستوى ديالو طيح. بحال الا قلتي شي واحد كيعجبو الادا، ماشي باش ندخل الادا في الصراع ولا شي، بحال الادا كيهضر بحالي كيهضر بالدارجه ما كيجيبش لكم دوك السميات كيخلعوكم ديال شي فريق ديال اليونان ولا شي حاجه. اوكي إذن هنايا فاش كان العلاقة بيني وبينك دابا أجاب الناس اللي كيبغيوني تدخليهم تاهما للصراع، وهذا الشيء ماشي في مصلحة الغرفة سمعتيني. حيت شحال كان البارح كانوا تقريبا شي 30 واحد جابهم بيالليخ وكاع داروا واحد واحد، كون قلت لهم يلا نمشي وكانوا غادي يمشيو، حيت إلا ما عجبوكش الشماكرية والفراشة وداك الشيء ما عندهم. علاش ما قلتيش لهم؟ علاش ما قلتيش لهم يمشيو؟ لا ما بغيتش نقول لهم ما فيا ما يدين الطفايق وحاضر الروم واش غادي تحال واش الناس كيجي واش شنو اللي خاصه. ما عنديش ليه بغيت يا باب. لا ما بغيتش، ماشي شي حاجه ديالي، ماشي شي ازنا ما كابوتي، ماشي شي حاجه اللي عزيز عليا. انا عزيز عليا القصبيه وانتي حاطه ليا البطاطا والزيتون. ما كيعجبنيش البطاطا والزيتون، عزيز عليا القصبيه احسن. شي مسألة ديال الأذواق الأخت هند. دابا المشكل ماشي هو عيطتي لهم الشماكرية، واش هاد الميساج اللي عندنا هنا خاص بالنخبة؟ واش إلا بغيتي الشعب يوعى واش غادي نوعيو غير النخبة؟ حيت أنا كنشوف شي واحد فراش بوليس مردة كيبيع البزاطم كيبيع طرابش كيبيع السيديات ما شغلناش فيه. المهم أن واحد الميساج على الثقافة ديالنا راه شي حاجه رونغ والثقافه ديالنا، هذا اللي كاين. اما بديك العين ديال النخبه راه ما كيعطيو حتى شي حاجه.
لحقاش هنا في البالتوك ما كتهضرش على لو بلوز انتيليجون، كتهضر على the louder voice اللي عنده الصوت ديالو كيتسمع بزاف، حيت الانسان اللي عنده الصوت ديالو كيتسمع بزاف. وانا من دوك الناس بدون افتخار، وماشي انا اللي كنقولها، when you're good people you tell your people about it. اش كتكون انت غير good كتقول للناس بانك انت راه واعر، ولكن الا كنتي great الناس هما اللي كيجيو تيقولوا لك. وهذا الشيء اللي وقع في التاريخ ديالي، الناس كيجيو تيقول لي دير هذا الشيء واعر وشي زوين وشكرا وغيرتي لي الحياه ديالي. ففاش كيقول لي هذه الهضره انا ما كنسولوش هو واش انجينيور ولا طبيب ولا اشنا هو المستوى ديالو، كنقول مزيان از ماينس عندنا واحد الانسان ولا واعي. اذا هنايا ما غاديش، انا ماشي جبت هذا الموضوع عن فراغ، لحقاش الا كانت صاحبه الغرفه، وهذه صاحبة الغرفة اللي خص يكون عندها وعي كامل وأكثر وعي من جميع أفراد الغرفة بأهمية الوعي والتنويع. إذا كانت صاحبة الغرفة تتكلم بهذا المنطق، فما أدراك بالإخوان اللي كيجيو مرة في السمانة ولا مرة في الشهر ولا مرة في العام. واش فهمتونا الإخوان؟ نقول واحد الكلمة، هو ملي قال هذيك الكلمة فيها شكون؟ هو اش قال؟ عرفتي علاش قال نكتبوا واحد ولا انا اللي قلت نكتبوا واحد؟ عرفتي علاش قال؟ هو كيعبر راسو واش معاه شي واحد ولا الشمكاره، كاين فرق. هذه كتسمى هذه في القانون سميتها اهلا الاستاذ. هكا بغيتي تكمل التوطئه ولا بغيتي تكمل التوطئه؟ بغيتي تكمل التوطئه تفضل. كيفاش وليتي بغيتي تكمل التوطيله؟ انت عالق لنا دابا وليتي كتعلقي فيها باغي دير منها. كتسمع الصوت ديالك يا حيت الناس كيبغيو يسمعوك، ماشي حيت كيعاودوا يسمعوك. وهذا الشيء كيخدموا به الفيسبوك، كتخدم به واليوتيوب كيخدم به. انت بغيتي تلغي هذا القانون؟ إذا كان صوتك مرتفع كتعني بأن الناس بزاف كيسمعوا لك وتكون عندك أتباع. كاين الصوت مشكلة معكم الإخوان. بغينا نديرو لكم موضوع باش ندوزو به النهار ونحلو شوية ديال المشاكل وشوية ديال كاين الصوت الإخوان. أوكي، تي دابا أي حاجة درتها أنا بغيتي دير لي القومة ياك. أي حاجة إلا عندك أتباع القومة، أشنو هما الأتباع؟ لا راه ما كتعني والو، القادوس راه عنده الناس بزاف كيبغيو، لا راه غير الشماكريه اللي كيبغيو وكيموتوا عليه، ولا راه غير حيت كيسب وغادي تحيد ليه السبان ولا ما غاديش يبقاو. المشكل عنده علاقه بالطلب، عنده علاقه بالطلب. المشكل هولدون انا سولف ذيس بلا. المشكل عنده علاقه بالطلب الاخوان. الا كان عليك الطلب وهذا الشيء باش كيمشيو، وي دونت جيف فوك. الا كتبيع الخرا شي، الا كتبيع الخرا ولا اخو حدا كيبيع الشباكيه كيبيع الشباكية، إلا عليك الطلب إذا أنت الخرا اللي عندك حسن من هذاك اللي عنده الشباكية. سمعتوني يا الإخوان؟ واش كتسمعوني؟ هو مشكل ديال الطلب، غادي طيري تتعياي وغادي تنزلي تتعياي وغادي يكون الصوت ديالك يتسمع أكثر من الصوت ديالك. وأنا هو I'm the loudest voice in Palto، أنا هو الصوت المرتفع. وقولي تاني كنتكبر عليك، كنتكبر عليك ولا فيا الغرور. راه ماشي الغرور، راه ستاتستيكس اللي كيقولوا هذا الشيء. اوكي، كاين الصوت دابا. انا دخلت جامبا. اولا اكثر الصوت اللي كيتسمع في البالتوك هو نوستيك، ولكن توبر ماشي بالتوك 100%. بدا في البالتوك باش نصحح اغلاط ديال الغرور ونسدو على اكثر صوت باش ما يقولهاش. وهادي راه باقي ما ساليتش، وراك انت كتخرج. بغيت من التليفون الاخر، بغيت ندخل من التليفون الاخر حيت كيقولوا لي الناس لا ما كيتسمع الصوت ديالك. او انت بالخف بغيتي تجيب دي ترد عليا، هذا راه موضوع للجميع، راه ماشي عليك انت، راه ماشي عليك انت، راك غير حيت انت كتسيري مولاة الروم، راه ما كتعنيش ليك انت، كتعني مولاة الروم. وخلينا نهضروا نقولوا شي حاجه. انا كنقول لك انت داير لي القومه،
قلت لي انا ما كنت كنسوى والو تجيت للروم عندك. واش نقولوا الالفو اللي سجلناه 14 عام هذه؟ واش نقولوا بروليتير قبل منه اللي سجلني شحال هذا؟ واش نقولوا لهاد الناس اللي سجلوني في مغاربة علمانيون والمسيح يتمجد في المغرب؟ ياس كنت في هذاك الروم فقري. واش تغدي لي القومة؟ وخا غتبقى يدي لي القومة راه فاش غتسولي الناس غيقول لك عزيز علينا بياليخ، وإلا ما عجبك قراي لي كومونتير. هكا باش كنحكمو. فاش كتبغي تشري شي سبديلة ولا شي ماكينة ديال الصابون ولا شي صندالة، كتمشي كتشوف لي كومونتير ديال الناس اش كيقولوا على هذاك لو برودوي. انا عندي ان برودوي ماشي انت هي لو جوج ديالو. لو جوج ديالو هما لي كومونتير. واش غادي نعطيوك انت ايه من السماء؟ يا ايها الذين امنوا اذا اردتم ان تحكموا فشوفوا غير لي كومونتير ولا تقتربوا من ما عرفت شنو. كتشوف لي كومونتير جميع الناس، الا كانوا سته كيقول لك ما عجبناش هاد خينا، كتلقى 184 قالوا لي عجبنا. واش غنتسناو حنا هين تقول لنا شكون هو بياليخ؟ او لا هين تقول كاع هاد الناس اللي عزيز عليهم بياليخ راهم خاطئين، راه انا اللي عندي الحق. هاد الانسان هذا راه ما كان كيسوى والو، تجل الروم عندنا عاد كيسوى. هاد الانسان قلت لك ما كيعرفش شي حاجه، ما كيعرفش شي موضوع، 14 عام هو مريح في البالتوك وما قادرش يجبد موضوع في السياسه ولا موضوع في علم الاجتماع، هو كيعرف غير البكيني ديال عيشه. واش انا غير بقى تاني غير نهز يدي نهضر ونعاود تاني تلقاني تاني هز يدي؟ واش ما عند ربي انا ما يدار للنهار كامل وانا في المايك ولا هز يدي؟ عندي انا لا اشغال ديالي كنديرها. واش فهمتوني على الاخوان؟ اذا هذا الشيء اللي كتقول هند باطل. اشنو هو الدليل؟ لي كومونتير. لي كومونتير يفندون ما تقوله. وكتبغي دير ليا القومه واش ماشي من واحد الانسان عادي اللي كتلاقى معاه في البالتوك؟ هذه صاحبه الروم. اوكي، وبطبيعه الحال انا اي دونت دو ناثين، جو فورني با ان ابسيلون ديال ان افور، جو بارل. لي جون كيجيو هنا كيتسناو شي واحد غادي يهضر، وهاد الهضره كيشوفوها بالميزان ديال عينيهم ان غادي يكون عليها الطلب. اشنا هو القانون اللي كيستعمل الانسان اللي كيسجل؟ الا عجبتني بزاف اذا على الاقل غتعجب الناس شويه. ومنين جاو كيدو في الروم كيبان لهم بياليخ عجبني بزاف، عنده شي حاجه داي سامثين يو كان تيل مي. كاينه لا دوموند وما كاين والو، بحال كتقول لي احنا كنبيعوا لي روين وكاين الناس داين ولكن ما كاينش لي روين. راه ما يمكنش تكون لا دوموند الا ما كانش، واش فهمتونا الاخوان؟ الا ما كانش العرض ما يمكنش تكون لا دوموند. هذه توطئه، والتوطئه فيها الحريه ما فيهاش الوقت. قولي لي عندك 5 مينوت عافاك سالي، ما تقوليش لي اوكي خليني نفند كاع داكشي اللي كتقولي نسالي معاه، وديك الساعه مرحبا بك دخلي في الروم، دخلي في المداخله. ولكن عرفتي اش غنقول لك؟ ما بقيتش باغي نهضر في هذا الموضوع، ونساوه نساوه، حيدوا هذا الموضوع صافي حيدوه. انا ما بغيتش هذا الموضوع يدار، الموضوع ديالي انا وما بغيتوش. والله والله العظيم بالله حيدوا هذا الموضوع. أوكي. الله يرحم لكم الاخ سيزار أوكي. الموضوع ديال انا ذيس از نيكست اوريدي سيزار، الموضوع ديال أوكي. سيزار كان هو بعد الموضوع ديالي. خذ اخويا المايك. اوكي غير نديروا موضوع سيزار. Shut the fuck up.